أكبر معرض للدفاع البحري برعاية تركيا وقطر، 35,000 متر مربع من الأسلحة. أعلنت دولة قطر توقيع 32 اتفاقية دفاعية عقب اختتام معرض ومؤتمر الدوحة الدولي السابع للدفاع البحري دمدكس 2022. أقيم المعرض الذي استمر 3 أيام تحت شعار الحدث الدولي الأبرز لتواصل مختصي الأمن والدفاع البحري في العالم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وأكد العميد عبد الباقي صالح الأنصاري رئيس اللجنة الدائمة لدمدكس في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا نجاح هذه النسخة بشهادة جميع الوفود والعارضين وبحجم وعدد الصفقات التي تم توقيعها، وأشار إلى أن اللجنة المنظمة بدأت استعداداتها للنسخة المقبلة حيث وقعت 7 شركات عالمية عقود مشاركة في دمدكس 2024 والتي تقرر أن تكون خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس/آذار 2024. ولفت إلى أن الإقبال الجيد والإشادة الكبيرة من العارضين والزائرين يعكس نجاح المعرض وتقدمه دورة بعد أخرى، مبينا أن المعرض في أيامه 3 زاره أكثر من 20,000. أقيم معرض ومؤتمر الدوحة الدولي السابع للدفاع البحري دمدكس 2022 على مساحة 35,000 متر مربع، وأشارك به 14 جناحا دوليا وأكثر من 90 وفدا من كبار الشخصيات، وتم توقيع 32 عقدا واتفاقية ومذكرة تفاهم وخطاب نوايا. وشارك في المعرض 32 شركة صناعات دفاعية تركية بالتنسيق مع رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية وبدعم من جمعية مصدري صناعة الدفاع والطيران التركية. وتضمن دمدكس 2022 أحدث التقنيات والابتكارات والأنظمة ذات الصلة بالدفاع البحري ومختلف المعدات والسفن الحديثة المزودة بأنظمة الدفاع والاتصالات والرادارات وغيرها من الصناعات والخدمات البحرية المعروضة من قبل أكثر من 200 شركة محلية وإقليمية وعالمية.